السلام عليكم طلاب، رحب بكم بالمختبر الرابع من مادة البكتيريا المرضية العملي. اليوم إن شاء الله راح ناخذ عائلة جديدة اللي هي عائلة الكامبايلوبكترياسي. بعد ما خلصنا بالمختبرات الثلاثة الأولى عائلة الانتيروبكترياسي. عائلة الكامبايلوبكترياسي اللي راح ناخذها اليوم راح ناخذ من عندها جنسين أساسية اللي هي الكامبايلوبكتر والهيليكوبكتر. بالنسبة للكامبايلوبكتر اللي راح ناخذها بالبداية تتضمن مجموعة من الأنواع اللي هي كامبايلوبكتر جوجيناي، كولاي، فيتا، سولاري. الهيليكوبكتر تتضمن نوع واحد أساسي، وطبعا هي من البكتيريات الشائعة الموجودة عندنا خصوصا بالعراق، الهيليكوبكتر بايلوري أو يسموها عامة بالإتش بايلوري. وأيضا عندنا كذلك جنس آخر ضمن عائلة الكامبايلوبكترياسي اللي هو الأركوبكتر. إذا نجي للصفات العامة لبكتيريا الكامبايلوبكتر، هي جرام نيجاتيف، شكلها يكون سبايرال بكتيريا، يعني حلزونية الشكل مثل ما تشوفون أمامكم، وتكون متحركة أما يوني بولر أو باي بولر فلاجيلا، وتكون غير مكونة للسبورات، وكذلك موجبة لاختبار الأوكسيديز. بالنسبة لاختبار الأوكسيديز راح ناخذه بالتفصيل إن شاء الله ضمن مختبر اليوم. إذا نجي إلى الكامبايلوبكتر وشكل المستعمرات اللي تظهر عندنا على الأجار على الوسط الصلب، تنطيني شكلين أو نوعين من المستعمرات. بالنسبة للنوع الأول تكون كبيرة الحجم وتكون مسطحة، مخاطية الشكل شفافة ترانسليوسنت، ولونها يكون رمادي ونهاياتها غير منتظمة. إذا أعيدها لكم، فهي تكون مستعمرات كبيرة الحجم، خلينا ناخذها كمثال، كبيرة الحجم مسطحة فلاتد ميوكويد، مخاطية الشكل تكون شفافة رمادية على وسط الأجار، وتنطيني نهايات غير منتظمة بالنسبة لشكل المستعمر. النوع الثاني من المستعمرات، الشكل الثاني، تكون صغيرة الحجم وكونفكس محدبة، وأيضا يكون لونها ما بين الرمادي والبني. طبعا هاي المستعمرات الصغيرة اللي تشوفوها هنا، طبعا ملساء لماعة، تكون هذه المستعمرات الخاصة بالكامبايلوبكتر النوع الثاني. إذا هذه شكل المستعمرات ممكن أن تظهر عندي أثناء زراعة أو حين زراعة الكامبايلوبكتر على وسط الأجار. ممكن أن تطلع عندي شكليا على نفس البليتة على نفس الأجار من أزرع بالكامبايلوبكتر، ممكن أن يطلع عندي شكليا التايب 1 والتايب 2 على نفس الاجار بليت. اذا نجي هنا الكامبايلوبكتر تختلف عن باقي انواع البكتيريا المرضيه من ناحيه درجه الحراره المثاليه للنمو. مثل ما تتذكرون سابقا وايضا لاحقا راح ناخذ انه البكتيريات المرضيه تنمو بدرجه حراره 37 درجه سليليزيه كدرجه مثاليه للنمو. هنا الكامبايلوبكتر لا، تحتاج درجه اعلى اللي هي 42 درجه سليليزيه كدرجة مثالية للنمو، فننتبه لها انه هاي مميزة لهذه البكتيريا، انه درجة الحرارة تقريبا اكثر بخمس درجات عن الاوبتيمم جروث تمبرتشر فور اذر باثوجينيك بكتيريا. زين، طبعا بالنسبة للاوساط اللي تنمو عليها، عندنا وسط سلكتيف ميديا، وسط اختياري يستخدم لعزل هذه البكتيريا، هو الكاربلير ميديوم او الكامبي بلاد اجار. هذا يحتوي على خمس انتي مايكروبيال ايجنت، خمسه من الانتي بايوتيك من المضادات، دورها انه تقتل بقيه الانواع البكتيريا والمايكرو اورجانيزم، وتبقي لي فقط الكامبايلوبكتر. يعني مثل ما ذكرنا احنا بالمختبر، الاوساط الاختياريه تحتوي على مواد مثبطه لبقيه الانواع، ولكن البكتيريا اللي انا اريد اعزلها تكون مقاومه لهذه المواد. فهنا مثلا عندنا خمسه من الانتي مايكروبيال ايجنت، الكامبايلوبكتر تقاوم هذه الانتي مايكروبيال ايجنت، ولكن باقي الانواع لا، تكون سنسيتيف لها فتتاثر بها. هذه الانواع اذا نذكرها، سيفالوثين، عندنا البوليمكسين بي، فانكومايسين، الانفوتريسين بي، والترايميثوبريم. هذه خمس انواع من الانتي مايكروبيال ايجنت تقاومها الكامبايلوبكتر وتتاثر بها باقي الانواع، فاستخدمناها بالوسط حتى نعزل به الكامبايلوبكتر. بالاضافه لهذه الانتي مايكروبيال ايجنت راح نضيف سبلمنت، طبعا من اهم المواد المغذيه اللي يتم اضافتها للاوساط الزرعيه هو البلاد. فمثل ما تشوفون هنا 5 إلى 10% من الشيب اور هورس بلاد يتم اضافتها للوسط لغرض انه نوفر
مواد مغذية لنمو هذه البكتيريا. طبعا هذا الوسط يعتبر سلكتيف اختياري لغرض عزل intestinal isolation of campylobacter jejuni. طبعا الكامبايلوبكتر جيجيناي هي مسؤولة بشكل أساسي عن الانتيريك انفكشن، على عكس الكامبايلوبكتر فيتاس اللي هي نادرا ما تكون مسؤولة عن هذه الإصابات، ولهذا يستخدم لعزل هذه البكتيريا. من المتطلبات البيئية اللي تحتاجها بكتيريا الكامبايلوبكتر هي الظروف التهوية، التهوية القليلة المايكرو ايروفيليك، يعني كمية الأكسجين الزايدة ممكن أن تعتبر سامة أو قاتلة لهذه البكتيريا، فلهذا لازم أني أوفر لها نسبة قليلة من الأكسجين. فمثل ما تشوفون أمامكم أنه نسبة الأكسجين 5% ونسبة ثاني أكسيد الكربون 10% تكون مثالية لنمو هذه البكتيريا. فهي صارت عندنا شغلتين مميزة، أول مرة نأخذها هي درجة الحرارة 42 درجة سليزية مثالية لنمو هذه البكتيريا، وظروف التهوية اللي قلنا عليها مايكرو ايروفيليك حتى تنمو بشكل مثالي لازم اوفر لها نسبة اكسجين قليلة، لان زيادتها قلنا ممكن ان تكون قاتلة لهذه البكتيريا، فذكرنا انه 5% O2 10% CO2 يكون مثالي لنمو هذه البكتيريا. اذا نتحول الى امراضية الكامبايلوبكتر، فاحنا عندنا الكامبايلوبكتر جوجينايت تسبب الانتيريك انفكشن مثل ما ذكرنا قبل شويه. مثلا عندنا السيفير دياريا الاسهال الشديد، البلدي دياريا الاسهال الدموي. طبعا بالنسبه للاعراض، اعراض الشخص المصاب بالكامبايلوبكتر جوجينايت تكون مشابهه بشكل كبير للاصابه بالسالمونيلا والشيجيلا. تعرفون كاعراض عامه اصابه معويه تصيب القناه الهضميه، بالتالي تكون اكو تشابه في الاعراض ما بين الكامبايلوبكتر وما بين الاصابه بالسالمونيلا والشيجيلا. كذلك اكو تشابه مع الفود بويزنينج، التسمم الغذائي اللي تسببه الستافيلوكوكس. اوكي، ولكن هنا اكو فرق انه السالمونيلا والستاف تختلف عن الكامبايلوبكتر، انه الكامبايلوبكتر داز نوت مالتيبلاي ان فود، على الغذاء ما تتضاعف على الغذاء. زين، اذا نجي هنا اذا انفكشن الاصابه مين راح تنتقل عندي للشخص المصاب؟ اما عن طريق الفم بتناول الغذاء والشراب الملوث بهذه البكتيريا، او الدايركت كونتاكت وذ انفكتد انيمالز مع الحيوانات المصابه، انه انا يكون عندي اتصال مع هذه الحيوانات بالتالي ممكن ان اتعرض للعدوى والاصابه بهذه البكتيريا. الكامبايلوبكتر يمكن عزلها من الدياريا، وهذه اساسا هسه راح ناخذها بالتفصيل، وكذلك ممكن ان يتم عزلها من الدم. اذا نجي لللاب دياجنوستيك تيست، اول خطوه راح ناخذها هي الايزوليشن فروم فيسز، العزل من الخروج مثل ما ذكرنا. بدايه لازم يتم نقل العينه الى المختبر بشكل مباشر، او يتم استخدام الترانسبورت ميديا اللي هو الكاريبلير ميديا لغرض اجراء الاختبارات البايوكيميكال تيست على هذه البكتيريا، وكذلك اجراء صبغه جرام لمشاهده اشكال البكتيريا اللي مثل ما ذكرنا هي السبايرال شيب، الشكل الحلزوني. هذه البكتيريا تكون مقاومه للبروده، فممكن ان اخليها في درجه حراره 4 درجه سليزيه، درجه حراره الثلاجه 24 ساعه، لان مثل ما ذكرنا انه هذه البكتيريا تكون مقاومه للبروده. بعدها يتم زرع البكتيريا او زرع العينه الماخوذه من الاسطول على الاوساط الاختياريه، ويتم الانكيوبيشن مثل ما مشري لكم باللون الاحمر هنا، درجه الحراره 42 درجه سليزيه في ظروف مايكرو ايروفيليك اتموسفير لمده 7 ايام. هسه حتى الفتره الزمنيه اختلفت عن باقي الانواع، لا تتذكرون كنا نقول 37 درجه سليزيه لمده 24 hours، هسه هنا 7 ايام يتم فترة الانكيوبيشن الخاصة بهذه البكتيريا. ولكن بشرط انه لازم يتم مشاهدة الباتري ديش او العزلات المزروعة خلال فترة 48 ساعة الى 5 ايام لغرض مشاهدة الكولونيز اللي ذكرناها قبل شوية بمواصفات التايب 1 والتايب 2 اوف كامبايلوبكتر كولونيز، اللي تنطيني مستعمرات شكلها يكون ما بين الرمادي والبني، او ان تكون عندي رماديه شفافه، وكذلك ممكن ان تكون مخاطيه نوعا ما اقل من الكلبسيلا اللي اخذناها في المختبر الاول.
هسه نجي للتشخيص مالتها. بدايه بالنسبه للجرام ستين هي جرام نيجاتيف جول وينج شيب، يعني تشبه جناح النورس. من اجي اشوفها اني بالسلايد هذا شكلها بتصبيغها بالجرام ستين، اكيد تظهر باللون الوردي لان هي جرام نيجاتيف وردي او احمر مثل ما ذكرنا. تشبه جناح النورس، حلزونية الشكل كلش مميزة وواضحة. نجي إلى اختبار الأوكسيديز اللي قلنا راح نشرحه ضمن هذا المختبر. اختبار الأوكسيديز هنا مثل ما تشوفون reduce the colorless oxidase reagent 1% tetramethyl paraphenylamine dehydrochloride، هذا اسم الريجنت الأوكسيديز ريجنت. لونه يكون شفاف بعد ما اجي اضيف البكتيريا اذا كان لها القدره ان تختزل او ان تتفاعل مع الاوكسيديز ريجنت راح تحول لي لون الشفاف الى لون ازرق او بنفسجي غامق. هذا الشكل، هذا اللون اللي امامكم. يعني شنو؟ يعني الاوكسيديز ريجنت اللي هو هذا 1% تترامثيل بارافينيل ديامين دي هيدروكلورايد، هذا الريجنت الاوكسيديز ريجنت هذا يكون لونه شفاف إذا كانت البكتيريا إلها القدرة على اختزال هذا المركب أو التفاعل معه، راح تحول لي لونه من اللون الشفاف إلى اللون الأزرق أو البنفسجي الغامق. فهسه النتيجة الموجبة هو تحول لون الكاشف إلى اللون الأزرق أو اللون البنفسجي الغامق. شوفوا هذه مثلا بالسواب، أو هذه على ورق الفلتر بيبر، إنه أنا ضفت قطرة من الأوكسيديز ريجنت وبعدها أخذت مسحة من الكولونيز واجيت خليتها على هذا الريجنت، بالتالي تكون عندي لون ازرق او بنفسجي غامق. النتيجه السالبه هو عدم تكون هذا اللون مثل ما تشوفون، فقط المستعمرات تبقى بنفس لونها. زين، اذا نتحول للاختبار الثاني، هو ايضا اختبار مهم، هو الكاتاليز تيست. هذا اختبر قدره البكتيريا على انتاج انزيم الكاتاليز. الكاتاليز الى القدره ان يحول الاورجانيك بيروكسايد او هيدروجين بيروكسايد، يحول كبريتي العفو بيروكسيد الهيدروجين، يحول بيروكسيد الهيدروجين الى ماء واكسجين. يعني اذا كانت البكتيريا منتجه لانزيم الكاتاليز راح تتفاعل مع بيروكسيد الهيدروجين وتحلل اكيد بسبب انتاجها للكاتاليز وتنطيني ماء واكسجين. شلون راح تعطيني ماء واكسجين؟ يظهر بشكل بابلز، هذه الفقاعات اللي تشوفوها امامكم. فهنا اذا كانت البكتيريا لها القدره ان تنتج انزيم الكاتاليز، بالتالي هذا الكاتاليز راح يحلل كبريتيد الهيدروجين وينطيني ماء واكسجين. شلون يظهر النتيجه الموجبه؟ تظهر الاكسجين البابلز، فقاعات الاكسجين مثل ما موضح امامكم بالصوره، اما بهذا الشكل او بهذا الشكل، كنتيجه موجبه لاختبار الكاتاليز. واضحة الفكرة؟ فهنا أنا مثل ما تشوفون أمامكم، إذا كانت سالبة ما راح تعطيني بابلز، وإذا كانت موجبة راح تعطيني بابلز، نتيجة إنه البكتيريا منتجة لإنزيم الكاتاليز، الكاتاليز يحلل الهيدروجين بيروكسيد، بيروكسيد الهيدروجين، ويحول لي إلى ماء وأكسجين، والأكسجين يتحلل على شكل بابلز، فتشوفون هنا تتكون بهذا الشكل. زين. نكمل عائلة الكامبايلوبكترياسي ورح ناخذ جنس جديد اللي هو الهيليكوبكتر بايلوري، او يسموها اختصارا الاتش بايلوري. طبعا الاتش بايلوري هي الموست كوزيتيف ايجنت اوف جاستريك السر اللي هي قرحة المعدة. قرحة المعدة هذه الجاستريك السر مثل ما موضح بالصورة امامكم نتيجة الاصابة بالهيليكوبكتر بايلوري. زين، اذا نجي للصفات العامة لهذه البكتيريا، هي ايضا جرام نيجاتيف، شكلها يكون كذلك حلزوني مشابهه للكامبايلوبكتر. بكتيريا فاستيديوس شرها، تحتاج متطلبات غذائيه كثيره، وكذلك تحتاج من 3 إلى 7 أيام من الحضن بظروف ايضا مايكرو ايروفيليك مشابهه للكامبايلوبكتر، تقريبا 5% اكسجين و10% سي او 2. درجه الحراره المثاليه من 35 الى 37 درجه سليزيه، وتكون متحركة with polar flagella. تشوفون هذه الأصوات مالتها، فبالتالي هي بكتيريا متحركة. طبعا good growth of H. pylori may be obtained in the presence of starch, charcoal and sodium pyruvate. إذا تحتاج متطلبات، مثلا عندنا النشا، مثلا عندنا الشاركويل اللي هو الفحم،
والسوديوم بايروفيت كمتطلبات غذائية تحتاجها أن تكون موجودة ضمن الوسط، فبالتالي راح تعطيني نمو جيد ومثالي للH بايلوري. فإذا نأخذ مثال للسلكتيف ميديا للأوساط الاختيارية لهذه البكتيريا، عندنا الكامبايلوبكتر الكولومبيا العفو كولومبيا بلد أجار والمولر هنتون أجار والبروسيلا أجار، هذه أوساط تكون اختيارية لهذه البكتيريا. يعني ممكن أن أعزل الH بايلوري بزراعة العينة على أوساط الكولومبيا بلاد أجار والمولر هنتون أجار والبروسيلا أجار. طبعا المولر هنتون أجار هو من الأوساط الريتشمنت ميديا، فمثل ما ذكرنا أنه هي بكتيريا شرها تحتاج متطلبات غذائية كثيرة، وممكن استخدام هذا الوسط لغرض عزل هذه البكتيريا من عنده. ولكن هو ليس وسط اختياري، يعني مو بالضرورة يكون اختياري، وإنما هو وسط إغنائي، فممكن أن أعزل منه بكتيريا الهليكوبكتر بايلوري. زين، حتى أسوي ديتكشن لوجود الH بايلوري لازم يتم إجراء البايوبسي، الخزعة النسيجية. يتم أخذ الخزعة النسيجية من المنطقة اللي بيها تقرح في المعدة بواسطة الناظور مثل ما تعرفون، وبعدها أخذ هذه البايوبسي للمختبر لغرض زراعتها وفترة إنكيبيشن لمدة 7 أيام درجة 37 درجة سيليزية كأوبتيموم تيمبرتشر، حتى يتم مشاهدة المستعمرات اللي ممكن أن تظهر تكون صغيرة الحجم وشفافة وأيضا تكون صفراء ومحدبة. هذا طبعا الكولومبيا بلاد أجار، هذا يحتوي على المواد الإغنائية المتطلبات الغذائية اللي تريدها هذه البكتيريا اللي هو البلاد، بالتالي يحتوي على بروتين كاربوهيدرات دهون كل شيء تحتاجه البكتيريا حتى تنمو، وأيضا به مثبطات لباقي الأنواع حتى أقدر أعزل هذه البكتيريا. بالتالي من تطلع عندي مستعمرات بالمواصفات المذكورة على هذا الوسط، أنا إيش راح أسوي؟ راح أجي أخذ هذه المستعمرات وأسوي لها جرام ستين حتى أشاهد شكل البكتيريا اللي مثل ما ذكرنا تكون حلزونية الشكل وتحتوي على أصوات، على أصوات ما تبين بالجرام ستين، ولكن الشكل الحلزوني يعطيني دلالة بنسبة كبيرة إنه هذه البكتيريا هي الH بايلوري، خصوصاً أنا عازلها من عن طريق البايوبسي من المنطقة المصابة. زين، بالنسبة للباثوجينيسيتي الH بايلوري تكون موجودة بالمعدة مثل ما ذكرنا، وassociated with gastritis, gastric ulcer and duodenal ulcer، تقرحات اللي تصير بالقناة الهضمية خصوصاً بالمعدة بالاثنى عشر دولي أساساً تكون الإصابة نتيجة يعني السبب الإصابة تكون بسبب الH بايلوري. زين، ميكانيكية الإمراضية مال هذه البكتيريا ممكن أن نركز أساساً ونرجع إلى فد موضوع إحنا أخذناه سابقاً اللي هو إنزيم اليوريز. مثل ما تعرفون مثل ما ذكرنا سابقاً إنه اليوريز يحلل اليوريا وينطيني أمونيا ويوفر بيئة قاعدية، فهنا من استراتيجيات البقاء اللي تتبعها الهليكوبكتر بايلوري أو الH بايلوري مثل ما ذكرنا إنه راح تنتج كميات كبيرة من اليوريز. إنتاج اليوريز راح يحلل شكو أمونيا موجودة ضمن الوسط، بالتالي يوفر جزء من القاعدية، ومثل ما نعرف إنه المعدة حامضية فراح توفر شبه ظروف ملائمة لنمو هذه البكتيريا، لأن يعني دائما إحنا نعرف إنه حامضية المعدة تقتل كل أنواع الأحياء المجهرية. أنا واحد يجي يسأل يقول لعد إيش معنى هنا عندي الH بايلوري نمت وسببت إصابة في المعدة؟ بداية مثل ما ذكرنا واحدة من استراتيجيات البقاء لها هو إنتاجها لكميات كبيرة من إنزيم اليوريز اللي راح يكون يعني مفيد جدا لها من ناحية تحليل اليوريا وإنتاج الأمونيا، وهذه الأمونيا قاعدية بالتالي راح تصعد قيمة البي اتش الموجودة بالمعدة الحامضية قرب منطقة الإصابة بهذه البكتيريا، بالتالي توفر ظروف ملائمة نوعا ما لنمو وحدوث الإصابة بسبب الH بايلوري. زين، بالنسبة للاب دياغنوسيس اوف ذيس تايب اوف بكتيريا، اول شيء الجرام ستين قلنا هي جرام نيجاتيف تعطيني لون وردي وشكلها يكون سبايرال بكتيريا، وكذلك هذه البكتيريا موجبة لاختبار الكاتاليز اللي ذكرناه قبل شوية، لها القدرة ان تنتج انزيم الكاتاليز اللي يحلل البيروكسيد الهيدروجين يعطيني بابلز، وكذلك لها القدرة ان تسوي ريديوز الاوكسيديز ريجن وتعطيني بلو اور بوربل كلر،
وكذلك لها القدرة على إنتاج إنزيم اليوريز، بالتالي تعطيني لون وردي منهج إزراعها على وسط اليوريا أجار. فهنا هذه كتشخيص لهذه البكتيريا ضمن هذه الاختبارات الأساسية. ننتقل إلى عائلة جديدة ضمن مختبرنا اليوم اللي هي الباستريليسي. الباستريليسي راح ناخذ منها جنس الهايموفيلس على اعتبار انه هذه البكتيريا هي مهمة جدا، وايضا ضمن الجرام نيجاتيف بكتيريا الهايموفيلس انفلونزا، البارا انفلونزا، هيمولايتيكاس، البارا هيمولايتيكاس واللوسيري. هذه انواع الهايموفيلس، انواع جنس الهايموفيلس. اذا نجي للصفات العامة لهذه البكتيريا، طبعا هذه specimens for acute infection، بالعينات اللي نتيجة اللي تسبب إصابات حادة ممكن أن نعزل هذه البكتيريا بشكل short coco bacilli. هذا short coco bacilli هاي فقط في حالات acute infection تظهر عندي بشكل جدا واضح بالإصابات الحادة بالالتهابات الحادة. Sometime occurring in pair or short chain، ممكن أن تكون عندي بشكل أزواج أو سلاسل قصيرة. من أجي أزرع هذه البكتيريا شكلها يعتمد على عمر البكتيريا وكذلك على الوسط المستخدم. عادة بعد زراعتها على أوساط إغنائية من 6 إلى 8 ساعات تنطيني الشكل الأول اللي قلنا عليه اللي هو السمول كوكو باسيلاري فوم. بعدين بعد ما تنفذ المواد المغذية وتزداد فترة الانكيوبيشن راح يجي يتغير شكلها وتنطيني أشكال عصوية طويلة تقريبا، تختلف عن الشكل الأول اللي ذكرناه اللي هو مثل ما ذكرنا small coco bacilli. طبعا هذا هو الشكل الأول بعد توفير متطلبات غذائية وبحالات الأكيوت انفكشن. مثل ما ذكرنا في إطالة فترة الانكيوبيشن ممكن أن يتحول شكلها إلى rod or longer rod اللي هي فد أشكال عصوية متطاولة راح تتطاول أكثر، تختلف عن هذا الشكل، يعني هي متغيرة الشكل بشكل كبير بالنسبة للهايموفيلس. زين، هذه البكتيريا بعض الأحيان تكون كابسوليتد وبعض الأحيان تكون نان كابسوليتد. طبعا الكبسولة تعرفون الكي انتيجين يستخدم لتمييز أنواع الهايموفيلس إلى أنواعها انفلونزا، بارانفلونزا، هيمولايتيكا وغيرها من الأنواع اللي ذكرناها بالبداية. من أهم الأنواع طبعا هذا شكل الكبسول قبل ما أدخل بالأنواع، هذا شكل الكبسول أعتقد مبين كلش محيط ب الخلية البكتيرية، المحفظة اللي تحيط بالخلية البكتيرية، هذه الكبسولة كلش واضحة هاي بالنسبة للهايموفيلس. الهايموفيلس انفلونزا تايب بي اللي هي أهم الممرضات اللي تصيب الإنسان وتسبب في بعض الأحيان الميلنجايتس اللي هي السحاية في الأطفال، وكذلك تسبب الريسبيراتوري تراكت انفكشن إصابة القناة التنفسية في الأطفال والبالغين. هاي نقطة كلش مهمة ننتبه إلها إنه الإنفلونزا الهايموفيلس إنفلونزا تسبب لي إصابات بالقناة التنفسية، إذن ليست الإصابات التنفسية فقط بالفيروس الإنفلونزا، لا بعض الإصابات تكون سببها الهايموفيلس إنفلونزا اللي هي بكتيريا جرام نيجاتيف بكتيريا تايب بي اللي تكون تصيب الإنسان من ناحية كذلك الأطفال والبالغين. اما الهايموفيلس دوسيري اللي اخذناها كاخر نوع هي تكون سيكشوالي ترانسميتد باثوجين اللي تسبب الجينيتال ulceration. طبعا هذه البكتيريا تكون تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وتسبب امراض جنسيه يسموها التقرحات الجنسيه اللي تحدث بسبب هذه البكتيريا. زين، بالنسبة للgrowth characteristics مواصفات النمو لهذه البكتيريا identification of organism، الهايموفيلس جروب تعتمد بجزء أساسي على متطلبات أو عوامل النمو اللي تحتاجها. عندنا متطلبين أساسية ومهمة جدا لنمو هذه البكتيريا. شنو هذه المتطلبين؟ يسموها الفاكتور X and فاكتور V. بالنسبة للفاكتور X هو الهايمين، وأيضا عندنا الفاكتور V اللي هو NAD نيكوتين أمايند أدينين داي نيوكليوتايد. هذا الـ NAD هو المتطلب الثاني اللي هو الفاكتور V. هذه المتطلبات تكون مهمة جدا لنمو هذه البكتيريا. بعض الأنواع أصلا ما تنمو إذا كانت ما موجودة هذه المتطلبات الفاكتورين الفاكتور X والفاكتور V، جدا جدا مهمة اللي هي الهايمين والفاكتور X والنيكوتين أمايند أدينين داي نيوكليوتايد، الـ NAD والفاكتور V متطلبات أساسية لنمو هذه البكتيريا. زين،
عندنا فد نقطة مهمة أريد أنت أقولها هنا، فد فكرة بسيطة، إنه الستافيلو كوكاي من تنمو على الأجار، ستافيلو كوكاس بأنواعها من تنمو على الأجار تفرز الـ NAD هذا اللي أخذناه قبل شوي اللي هو الفاكتور V على المناطق المحيطة بالمستعمرات. بالتالي ممكن أن أشاهد أنواع من الهايموفيلاس راح تنمو حول مستعمرات الستاف بأنواعها. شوفوا هسه هذه هي مثلا ستاف اوريوس، نوع من انواع الستاف اللوكوكس، اوكي هذه الستاف اوريوس. حول الستاف اوريوس راح تنتج بالمنطقه المحيطه بها الستاف اوريوس ال NAD، اوكي اللي هو الفاكتور في. ونعرف احنا انه الهايموفيلاس تحتاج هذا المتطلب لغرض النمو، فبالتالي ممكن ان تنمو مستعمرات الهايموفيلاس. شوفوا هسه هنا مستعمرات هايموفيلاس انفلونزا هذه الناعمه الصغيره حول مستعمرات الستاف اوريوس. يعني نعيدها مره ثانيه، هنا عندي ستاف اوريوس زرعتها على وسط صلب على اجار، هذه الستاف اوريوس اثناء نموها راح تنتج بالمنطقه المحيطه بها فاكتور في اللي هو ال NAD. هي الستاف تنتج هذه الماده اللي تعتبر من المتطلبات الغذائيه لنمو الهايموفيلاس انفلونزا، فبالتالي توفرت هذه المتطلبات فمن الممكن أن تنمو عندي الهايموفيلس حول مستعمرات الستاف أوريوس. وهذه الصورة كلش مميزة واضحة، وهذه كذلك. إذا نجي نكبر الصورة بعد أكثر، هنا هذه هي مستعمرات الستاف أوريوس، هذا الخط الرمادي هي مستعمرات الستاف أوريوس. قلنا الستاف أوريوس تنتج الـ NAD فاكتور V حول مستعمراتها، بالتالي ممكن أن تنمو الهايموفيلاس حول مستعمرات الستاف اوريوس. ليش؟ لان توفرت لها احدى المتطلبات الغذائيه المهمه اللي تحتاجها حتى تنمو. زين. اخر شيء عندنا بالنسبه للريكوايرمنت فور اكس اند في فاكتور اللي ذكرناها قبل شويه اللي هو الهايمين والان اي دي، هذولي انواع الهايموفيلاس تحتاجهم باشكال مختلفه واحده عن الثانيه، فمسوينكم جدول هنا، جدول بسيط يوضح لك متطلبات هذه البكتيريا لهذه الريكوايرمنت فور جروث. بالنسبه للهايموفيلاس انفلونزا تحتاج الاكس والفي، فتشوفون موجبه بالنسبه لاثنيناتهم. البارا انفلونزا نيجاتيف للاكس من تحتاجه، تحتاج الفي فاكتور في اللي هو الان اي دي. الدوسيري النوع الاخير تحتاج فقط الاكس، ما تحتاج الفي، فتحتاج فقط الهاي. فتشوفون هنا هذا الجدول يوضح لك متطلبات الانواع الثلاثه الاساسيه للانفلونزا والبارانفلونزا والدوسيري من المواد المغذيه اللي ذكرناها عوامل النمو اللي هي الاكس والفي. اتمنى تكونون استفاديتوا من شرح هذا المختبر، وان شاء الله اذا عندكم اي سؤال احنا اكيد راح اثناء المختبر العملي راح نعيده بشكل بسيط وسريع، فأي سؤال عندكم أو استفسار تقدرون تسألوني أثناء المختبر إن شاء الله. شكرا جزيلا.